دور يلي عم بلعبه عن شاب كان بأمريكا وبيشتغل بسوق البورصة. فات بريسك، خسر مصرياته كلهم سوا واجا على لبنان. طبعا بلبنان ما حدا بيشتغل شغلته، فهو أنجأ قدر لقى شغل سيكوريتي. عبر شغله بيصير معه حادثة شوي مضحكة شوي مأساوية، بيتعرف فيها على عالم يلي هي بتصير قصة الفيلم. سياق الموضوع بيساعدهم يخلصوا البي. فعليا هو فيلم ترفيهي، يعني منه فيلم بيوصل رسالة، منه فيلم ثقافي، فيلم ترفيهي للعائلة مين للولاد. بيقطع في كم موضوع يلي هو عم بيعيشهم المجتمع اللبناني. يعني بصراحة ماكس وعنتر هو فيلم لايت كوميدي، فيلم عائلي. يعني الحلو بهذا الموضوع انه نحن اليوم حابين، صرنا 6 سنين نحن بداية الأزمة، دائما الاولاد عم يكونوا شوي يعني مثل ما بقولوا ما في شيء مخصص لهم. انا اليوم فيلم ماكس وعنتر حبيت اعرضه بسوريا لنقدر شوي نرسم ولو حتى ابتسامه بسيطه على وجوه العالم. اليوم كل الافلام عم تعني بالازمه، عم تحكي عن الازمه. بقى يمكن انا حبيت انه هدف اني اعرضه بسوريا، اكيد لانه بلدي وبحب انه اعرض فيها. السبب الثاني انه مثل ما قلت لك يعني يكون في عنا عالم بي وام واولادهم يروحوا يحضروا فيلم بما انه هو فيلم عائلي واول فيلم بطوله كلب. اوكي، انا دوري بالفيلم فنان مش ممثل، فنان مطرب، يعني كوني انا اساسا بغني كمان وبعزف عود، فانا بكون ملحن وببيع الحان وباغاني لحاول طبب بنتي المعاقه يلي هي مقعده وبتعرض لعملية سرقة وقرصنة من شخص هو بيكون موجود بالفيلم، يعني هو الشرير فينا نقول. يعني اليوم فيك مثل أي فيلم سينما في شر وفي خير. نحن كتير مبسوطين موجودين بسوريا. سوريا هي يعني الأخت الكبيرة طبعا لبنان. مبسوطين لسببين، انه اول سبب الفيلم طبعا عم بينعرض هون، ومثل ما تفضلتي كمان الرايع تبعه لاطفال الشهداء. والشغله الاهم من هيك اللي انا بتستوقفني يعني انه رغم كل شيء عم بيصير بسوريا هلا، انه ان شاء الله الله يقومها بسلامه، بعدها بلد ثقافي وبعدها فاتحه ابوابها مش بس للبنانيه، لكل العالم لحتى يكونوا موجودين فيها، لأنه هي كل عمرها باب الشرق للثقافة العربية والفنية. طب ما قال لي لساعدك خطن غضبان. مين غضبان؟ هذا واحد بيجي عمره الحالي وصارت لها عم كاسر، إذا بشتك تغلى شيء قلب، إذا صرت بقشتك قلب. نصاب يعني. مني 100,000 ومنك كل المصاري اللي على الطاولة. إيه بس مش انا رح كابش.